سلام عليكم متابعينا الكرام، يا رب تكونوا بخير وسلام. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم موديل الجاكيت او البلطو او المعطف اللي شايفينه قدامكم، وده بناء على طلب احد المتابعات. اتمنى الفيديو ينول اعجابكم واتمنى لكم مشاهده ممتعه. هيكون عندي كميه القماش 200 قماش، وهيكون عندي باترون الامام وباترون الخلف، الباترون المسطح السهل العادي خالص. للناس اللي هتشوفني اول مره، الباترون المسطح وباترون البنس انا عملته قبل كده كتير في القناة، فترجعوا للفيديوهات القديمة هتلاقوها موجودة. هيكون عندي باترون الخلف بالطريقة دي، وهيكون عندي باترون الامام. طبعا باترون الامام والخلف الوسط عندي مش هيكون فيه غير تقسيم بسيط خالص، يعني هو الجاكيت او المعطف الموجود قدامكم هو مش مكسم قوي، هو على الباترون المسطح العادي، والوسط مش ضيق قوي. الجديد عندنا هو الكول اللي هنشتغل عليه، هو كول شيل عريض. هنشوف هنعمله ازاي. في البداية هاخد دوران الرقبة الخلفي، طبعا هعمل المزورة بالشكل ده، المزورة هتكون واقفة بالطريقة دي في اي مقاس دوران. هنا انا عندي 9 سنتي، طبعا هتاخدوها على المقاسات الموجودة عندكم. هاخد 9 سنتي او مقاس الكول دوران الرقبة الخلفي، ادي 9 سنتي بالشكل ده. وبعدين هشوف الكولة جاية عندي لحد فين، جاية لقبل الوسط بشوية، يعني ادي دوران الوسط او ادي طول الوسط، هطلع لفوق في حدود 2 او 3 سنتي، يعني مش كتير بالشكل ده. وهوصل النقطة دي بنقطة الكول دوران الرقبة الخلفي بخط مايل بالشكل ده. بعدين انا عندي شكل الكول، هرسمه الاول على الباترون في الناحية دي، وبعدين هوريكم هنعمله ازاي. عندي الكولة عريضة زي ما شايفين، يعني واصلة لقبل الكتف، لقبل نهاية الكتف بشوية بالطريقة دي، وجاية من عند البادية، من عند بعد الوسط، من عند النقطة دي هتاخد في حدود عرضها في حدود 20 سنتي. فانا هقيس 20 سنتي وهشوفها، هشوف شكلها هيكون ايه. ادي 20 سنتي، طبعا هتكون بميل بالشكل ده. ادي 20 سنتي، انا بحاول اوضح النقط علشان تظهر عندكم. وبعدين هاخد شكل الكول بالطريقة دي، هشوف برضو النقطة دي مناسبة ولا لا، هعلي او هرفع لفوق شوية بالشكل ده، وبعدين هوصل النقطة دي بالكول من فوق. ده شكل الكول. لو حابة يكون لفوق شوية لتحت شوية هتشكلي فيه زي ما انت عايزة. برضو هوضحه بالقلم علشان بس يظهر قدامكم. ممكن برضو اعمله على النقطة اللي انا خدتها الاول، حاسة ان هيكون افضل بالطريقة دي. ده شكل الكول. بعد ما رسمته بالشكل ده هجيب كيس بلاستيك او شفاف او ورق واحط تحتيه كربون او اي حاجة تطبعي بيها هتشف الجزء اللي احنا رسمناه ده. فانا هثبته بالطريقة دي، ويفضل ان اثبته بابر. هشف الجزء اللي احنا رسمناه، برضو الكتف،
وهقصه بعد ما قصيته بالطريقة دي. هاجي اثبته بالشكل ده بس من عند النقطة دي عاد، يعني احنا اخدنا الرسمة من عند الرسمة دي الخط اللي من جوه. لا المرة دي لما اجي اثبت الباترون بتاع الكولا ده اللي انا شفيته، الجزء اللي انا شفيته ده هثبته عند الخط العمودي ده، ومن بعده هاخد عرض الكولا هاخد عرض الكولا في حدود 12 سنتي. ادي 12 سنتي وهاجي اوصل النقطة دي بنقطة الكولا. وهرسم شكل الكول. بعدين هاخد المسافة دي بدوران بسيط كده، الشكل ده دوران خفيف خالص كده. تكون الكولة خلصت، وهعمل هنا خطوط علشان اعمل تفتيح في الكولة علشان يريح معايا، لان الكولة زي ما شايفين عريضة خالص. مدام الكولة عريضة يبقى هيكون في تفتيح. وهقص الباترون زي ما قلت لكم. ممكن تغيروا في شكل الكولا لو حابينها تكون لفوق شوية، لفوق بالطريقة دي او لتحت، يعني على حسب ذوقكم ينفع تعدلوا فيها. بس هشيل الحاجات دي اللي انا سبتها، وهيكون ده شكل الكولا. طبعا بعد التفتيح شكلها هيفرق. هنشوف هنقصها على القماش ازاي. في 1 سنتي هنا بنطلعه او 1.5 سنتي بالشكل ده. في حاجة نسيت اقولكم عليها، في اخر الجاكيت هدخل في حدود 4 او 5 سنتي بالشكل ده، واخدهم من البداية من بداية الكولا بالطريقة دي 5 سنتي مش اكتر، وهشيلها بالطريقة دي. لو مش حابة تشيليها وتخلي الموديل زي ما هو بالطريقة دي وتركبي له عروة وزرار برضه هيبقى حلو، مفيش مانع، تقدري تعدلي فيه على حسب ذوقك. هفتح برضو ده الباترون بعد ما ثبته على القماش. انا قصيت الخلف لانه مفيش تفاصيل. الامام ثبته على قماش الجاكيت وقماش البطانة، البطانة مطبقة على 2 والجاكيت برضو على 2. بعد ما ثبته الكول ده انا هعمل فيه تفتيح، كل مسافة من دول هتبقى سنتي، 1 سنتي. بعد ما قصيته بالشكل ده هاجي اظبط البطانة، هظبط مقاسها.
البطانة هتكون في نص الكتف، يعني هظبطها بالشكل ده. ده شكل البطانة وشكل دلوقتي. هشطب الجاكيت، وانا ثبت الفازلين على البطانة وعلى الجاكيت برضو بالشكل ده. انا طبعا قص الفازلين على البدرون، فعلشان كده جايلي اصغر من الجاكيت، وانا ده اللي عايزاه، بحيث ان الخياطة تكون على بداية الفازلين متكونش على الفازلين نفسه. وده الخلف، انا قصيت له بطانة في دوران الرقبة. هجيب البطانة واحط الاتنين بالطريقة دي على بعضهم بالشكل ده، واخيط في زيادة الخياط اللي انا سايبها، هخيط بالطريقة دي. وبرضو الجاكيت نفس القصة، هو تشطيبه سهل، تشطيب الكل شايل عامة سهل. برضو احطه بالطريقة دي الجاكيت، وهخيط بالشكل ده. بعدين هفتح الخياطة بالطريقة دي وهعمل لها مكوة. البطانة والجاكيت هفتح الخياطة بالشكل ده وهعمل لهم مكوة. بعد ما فتحت الخياطة بالطريقة دي في الجاكيت وفي الكول، هجيب البطانة وهثبت عليها بطانة الخلف، وهخيطها بالشكل ده، وهخيط من عند الأكتاف. هعمل فتح سنتي، ادي البطانة بعد ما عملت علامة النص هحطها بالشكل ده، وهبدأ خياطة من بعد الواحد سنتي اللي انا قصيته. بعدين هلف البطانة بالشكل ده. شايفين السنتي اللي انا قصيته ده رايح معايا. هحط البطانة على الجاكيت بالشكل ده من عند النص بالطريقة دي، وهثبتهم. كده بعد ما ثبته هخيط من بداية الجاكيت لحد ما اوصل الناحية التانية، وانا بخيط هخيط من عند بداية الفازلين.
بعدين عند الدوران ده هعمل فيه تفتيت. دلوقتي هركب الخلف، ده دوران الرقبة الأمامي، وهجيب الخلف وده دوران الرقبة الخلفي، هحطهم بالشكل ده. بس طبعا هاخد علامة النص، وهعمل هفتح سنتي بالشكل ده، بالطريقة دي. وهجيب الخلف وهركبه بالطريقة دي، ولما اوصل للسنت اللي انا فتحته بالشكل ده هوقف الابرة، وبعدين هكمل خياطة الكتف. هتشوفوها هنا على المكنة. هبدأ من النص، وهوقف الإبرة بالشكل ده، وهلف القماشة. طبعا الأمام هيتلف معايا بسهولة لأن أنا عاملة فتح 1 سنتي، والخلف برضو. شايفين السنت اللي أنا قصيته أو فتحته بيريح معايا في الخياطة. هعمل الناحية التانية، برضو هجيبها من النص بالشكل ده. الطريقة دي سهلة بالنسبة لكم كمبتدئين. وهوقف الإبرة بالشكل ده، وهلف القماش. بعد ما ركبت الامام والخلف بالشكل ده، دلوقتي عندي البطانة بتاعت الجاكيت وبطانة الخلف لوحدهم والجاكيت لوحده. فهعمل ايه؟ مفروض ان انا هعمل خياطة، تفتيح الخياطات بالطريقة دي في الكولة. شايفين الكولة من دوران الرقبة الخلفي او الامامي، هعمل تفتيح بالطريقة دي، بحيث ان واحدة تكون بالشكل ده وواحدة تكون فوق من جوه. برضو البطانة من نفس القصة، هعمل تفتيح للخياطة بالمكوة او المهكويم، هيريحوا معايا يعني. وانا بعملهم بالمكوة بالشكل ده تبقى واحدة لفوق وواحدة لتحت، هعملهم بالمكوة وهرجع لكم. بعد ما عملت تفتيح للخياطة بالشكل ده بالمكوة، هجيب البطانة بتاعت الخلف اللي انا ماسكاها دي الكارو، وهركبها بالشكل ده في الخلف برضو بتاع الجاكيت. يعني الامام ده كله ده هيكون لجوه هو والبطانة. شايفين زيادة الخياطة بتاعت البطانة هتكون لجوه على الكولا، وزيادة الخياطة بتاعت الكولا بتاعت الجاكيت هتكون برضو لجوه. وهعملهم بالطريقة دي، وهجيب الخياطة بتاعت البطانة والخياطة بتاعت الخلف، وهخيطهم مع بعض من بداية الكتف لحد دوران الرقبة، يعني الكتفين من الناحيتين ودوران الرقبة بالشكل ده. بس طبعا هم علشان حجمهم صغير معايا، في الحجم الكبير هيكونوا اسهل من كده. اتمنى النقطة دي تكون واضحة. ادي البطانة الخلف، وادي الخلف نفسه.
هبدأ من بداية الكتف او من عند نص دوران الرقبة، يعني زي ما ترتاحي او الطريقة اللي تريحك. شايفين ده شكلها بعد ما تركبت؟ ممكن تركبوه بالدواس السوسته. الدواس السوسته هيجيب لك الخياطه لحد هنا، يعني الاخر من بدايه الخياطه الاولى اللي احنا مخيطينها. بعد ما خيطت الامام في الخلف بالشكل ده، هاجي اعمل الثانيه، وهجيب البطانه واخيطها بالطريقة دي. لو الجاكيت مش هتبطنيه، هتعملي سرفلة في كل الجاكيت، وهتعملي سرفلة في البطانة بالشكل ده، وسرفلة من تحت، وهتتنيه. انا هعمله كله تاني وخياطة بارزة، وهقول لكم الخياطة البارزة عشان في ناس كتيرة بتسألني عنها. الخياطة البارزة بتكون بالطريقة دي. طبعا المسافة دي انت اللي بتحدديها اذا كانت كبيرة او صغيرة. انا هعملها في حدود سنتي او سنتي الا، يعني شايفين يكون ظاهر من الدواس المكنة بالطريقة دي. واخيط على البطانة علشان البطانة هي اللي هتظهر في النهاية، فانا اخيط على البطانة علشان يكون مظبوط. شايفين المسافة اللي ظاهرة معايا دي؟ اللي انا همشي معاها على طول. وغرزة المكنة تكون واسعة على اوسع حاجة. ده كده شكل الخياطة البارزة. انا عاملاها بلون مختلف، هو المفروض يبقى بنفس اللون، بس انا عاملاها باسود، مش عارفة ظاهر ولا لا. ده الموديل اللي بعد ما اتشطب، بس في شوية حاجات عايزة اوضحها لكم. شايفين تشطيب دوران الرقبة والكتف؟ مش عارفة ملاحظين ولا لا، بس هو جاي مرتاح وشكله نظيف جدا. ده سبب ان احنا عملنا الواحد سنت اللي احنا فتحناه في دوران الرقبة بين الكتف وبين دوران الرقبة. ده اكيد شفتوه معايا في التشطيب. برضو نفس القصة في البطانة، وادي لون، يعني الوان مختلفة. شايفين شكلهم؟ وده شكل الموديل. ده الجاكيت، شايفين هو نازل على واسع شوية الفتح اللي احنا عملناه. وده شكل الكول، شايفين الكول مرتفع ازاي؟ لان هو اصلا عريض. Thank you.
ده برضو من الخلف، برضو الكول جاي مرتاح علشان التفتيح اللي احنا عملناه. تقدري تاخدي الفكرة الأساسية وتعدلي فيها زي ما انت عايزها، عايزاها أعرض، عايزاها تكون أرفع من كده شوية أو أصغر من كده شوية أو أقصر، يعني على حسب ما انت عايزها. كمان عايزة الموديل يكون فيه زراير وعراوي، هتعملي له هتضيفي له زيادة مرن، وطبعا مش هتعملي ال5 سم اللي احنا شلناهم من تحت دول. دي الخياطة البارزة اللي احنا عملناها. ناس كتيرة بتسألنا عن الخياطة البارزة، هي ايه الخياطة البارزة؟ دي خياطة بس بتكون ظاهرة بالشكل ده، ودي بتكون موجودة كتير في الملابس الشتوي. انا عاملاها بلون مختلف علشان تظهر، لان هي مفروض تبقى بنفس اللون. وده كان الفيديو بتاع النهاردة، اتمنى ان يكون نال اعجابكم، واتمنى ان تكون طريقة سهلة واكون قدرت اوصل لكم المعلومة بسهولة.